ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود، أرحب بك. أهلا بحضرتك نانسي وبكل السادة المشاهدين يا فندم. نعم، ما أشكرك. إلى أي مدى ستستمر هذه الموجة من الأمطار الغزيرة والرعدية على مصر؟ طبعا ما زالت فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على المناطق اللي حضرتك ذكرتيها، وبالتحديد سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، مناطق طبعا من شمال ووسط سيناء ومدن القناة طبعا هتكون أكثر غزارة في كلما اتجهنا نحو الشمال. الأمطار دي مستمرة معانا خلال 48 ساعة القادمة، الخميس والجمعة ذروة الحالة إن شاء الله في هذه المناطق، على أن تهدأ نسبيا فرص سقوط الأمطار يوم السبت ونعود إلى الاستقرار مرة أخرى اعتبارا من يوم الأحد إن شاء الله. ومن خلال طبعا ميكروفون حضرتك أحب أنوه وأنصح السادة المشاهدين بقدر الإمكان اللي ما عندوش شيء ضروري بكرة يفضل طبعا الالتزام في المنازل، خاصة في ساكني المناطق الشمالية من سواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، برضو مناطق من القاهرة ما فيش مانع، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء. سقوط الأمطار ممكن يتسبب في بعض الحالات من بعض الحالات زي ما حصل في القاهرة وبعض المدن امبارح، كان في صاعقة كهربية أكثر من شخص، فطبعا يفضل طبعا تجنب التواجد في هذه الأماكن أثناء أيضا سقوط الأمطار الغزيرة. يفضل طبعا الالتزام بسرعات السيارات أثناء السير بقدر الإمكان، نلتزم بأقل كمان من السرعات المحددة كما حددتها الإدارة العامة للمرور. نعم، دعني أختم معك إذن للتوضيح. أفهم منك دكتور محمود أن غدا هو ذروة هذه الأمطار، خاصة يا فندم زي ما ذكرت حضرتك المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، مدن القناة، شمال ووسط سيناء، محافظات الوجه البحري، هتشهد طبعا بعض من الأمطار الغزيرة، أكيد طبعا هتؤثر على الرؤية الأفقية أثناء السير بالسيارات. نعم. والتحكم طبعا في عجلة القيادة يفضل طبعا الالتزام في المنازل. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.